بالنسبة لعمليات اليوم، هي عمليات التمشيط اليومية التي تقوم بها القوات المسلحة لنظافة بعض الجيوب في مناطق العاصمة الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. هنالك يعني عمليات جرت يوم أمس كانت كبيرة نوعيا، يعني أكبر حجما من عمليات اليوم. وهذه العمليات انتظمت هذه المناطق الثلاثة وتم فيها تحقيق خسائر كبيرة جدا بالنسبة للعدو. كل يوم يتكبد الكثير من الخسائر، في سواء في الأرواح أو المصابين أو خسارة الآليات والعربات. وهذه أهداف هي مخططة، وصحيح طالت مدة العمليات، ولكن طبيعة هذه الحرب أو طبيعة هذه العمليات التي تجري والواقع الذي خلقه التمرد باندلائه في العاصمة، عاصمة البلاد، وساهم في تأخير نهاية العمليات. وطبعا يعني هي عمليات تتطلب الكثير جدا من الحذر والكثير من الدقة، تجنبا لإحداث مزيد من التدمير للبنية التحتية للبلاد. وهي طبعا أصلا يعني شهدت تدمير كبير ومنهج من قبل الميليشيا. هذه كلها قيود على العمليات التي تجرى في المناطق المبنية وفي المدن المأهولة بالسكان في العواصم. وبالتالي تكون العمليات يعني تأخذ وقتا شوية، وقتا طويلا، ولكن الأمور يعني تسير كما نخطط له. هنالك بيان أصدره المتمردون أمس، وزعموا فيه أنهم يعني دمروا قوات تتبع للقوات المسلحة، وأنهم يعني حققوا خسائر كبيرة وما إلى ذلك. وهذا غير صحيح طبعا إطلاقا. إعلامهم إعلام يعني يعتمد على التضليل، ويعتمد كثيرا على تزييف الحقائق وقلبها كمان في أحيان كثيرة جدا. بعد بقية أنحاء البلاد الحمد لله تشهد استمرار كبير، خاصة ولايات دارفور الحمد لله ليست هنالك أحداث تذكر، وإنما كل العمليات هي تتمحور هنا في منطقة العاصمة القومية.